Wow. Un dimanche comme ça, tu fais des YouTube. Alright. عصبينا شحويكم إن شاء الله تكونوا بألف خير. Introduction هذه صورت 20,000 مرة. Introduction هذه ظهري هذه المرة العشرين اللي صورها تلمع وانا هبنارك اليوم عصبينا شحويكم إن شاء الله تكونوا بألف خير. إن شاء الله زيادة تكونوا ما سيتونيش عندي بدايدة ما حطيتش فيديو on YouTube. زيادة لاحظت الجمعة اللي فاتت اللي أخيرا وصلنا 10,000 subscribers. Thank you so much for following me. ونوعدكم إن شاء الله من توا باش نكون more active على يوتيوب ونعمل لكم more videos. الفيديو متاع اليوم على حاجة نحبها على الأخر. ديجا if you know me على الأخر you probably noticed something توا اللي أنا مانيش لابسة contact lenses خاطر في العادة ديما نحط دي لونتي ملونين ونحبهم على الاخر وحياتي كل ملي عمري ظهري 15 سنة وانا نلبس دي لونتي دو كولور وديما نروج على نو براندز حاسين الظهر اللي جربت برشا 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 براندز anyways الفيديو تاع اليوم باش نجرب براند جديدة عمري ما جربتها for contact lenses and it's beauteous natural color contact lenses. باش نعمل لكم unboxing swatch first impression ونحكي لكم عليهم شوية هاي نبداو unboxing دونك جاو في البوكس هذا اللي هو يسمح ليه نحب لك حلقة على الاخر as you can see okay so عندي اربع الوان اليوم باش نجربهم so باش نحل البوكس ونشوفوا شنو فيه مع بعضنا Alright, okay, so the box فيه contact lenses اللي هما sealed كيف ما نشوفوا وفيه الكيس متاعها ومعاها الورقة هذي اللي فيها الانستركشنز والانستركشنز كيف ما نشوفوا ما عادش تشوفوا ولا لا اما مكتوبة بالعربي وبالانجلي so no French but فما عربي جبت تليفوني باش نقرا شوية في الويب سايت نتاعهم دونك لي لونتي هذوما يشدوا ما بين 6 و 9 شهور انت كيفاش تحفظ عليهم اذا كنت تنظفهم بالكدي ما تستعملهمش برشا ينجموا يشدوك حتى اكثر وهذا باغ اكسبيريونس لي لونتي الكل معناها انت والاستعمال نتاعك فما تو كولكشنز كولكشن هيبنوتيك تنكتبها لكم فيها كونتور والكولكشن اكزوتيك ما فيهاش كونتور سومها 150 دينار موجوده في تونس ويعملوا ليفريزون في تونس وخارج تونس حتنخلي لكم كيف ما حكيت لكم الويب سايت نتاعهم باش تشوفوا كل شيء باهي توا باش نوريكم لي كولور اللي خيطهم انا ونبداو السواري انا اليوم باش نجرب اربع الوان زوز من الاكزوتيك كولكشن اللي ما فيهمش كونتور والبوكس نتاعهم يجي كيف من هكا باللون الازرق باش نجرب اكزوتيك ازور ميست تركت لكم الاسامي كل لوطا واكزوتيك كاستانو هذا هو البوكس نتاعهم ومن الهيبنوتيك كولكشن اللي فيها كونتور الكولور نتاعها نتاع الباكس يجي هكا باش نجرب هيبنوتيك امبرز اند هيبنوتيك بيتش باش نشتاو نحطهم كلهم في الكيس نتاعهم ونرجع نعمل لكم سواتشز في واحد واحد اوكي فيرست امبريشن اول حاجه مانيش مستانسه بالالوان الغامقه في لي لونتي جمله سو ذيس از ا فيرست سينا فيرست امبريشن مرتاحين على الاخر ما همش خشين ومانيش حاسة اللي انا عاملة دي لونتي جملة حاسة ما نشوف في الوسط جراي والكونتور اغمق شوية مزيانين على الاخر ابش عملكم زوم وعطيوني رايكم عجبتكم علي ولا لا هذه كولور ثانية هيبنوتيك بيتش اغمق شوية من الهيبنوتيك امبرز كالعادة انا مانيش مستانسة باللي لونتي الغامقين ما فماش فرق كبير ظهرلي ما بين عينيا والكولور هذي باش نعملكم زوم باش تشوفوا اكثر اما تعطي افي مزيان ما نعرفش كل واحد والبريفرنس نتاعو اذا كان تحبوا على حاجة ديسكريت هكا شانجمون صغير
this might be the color for you. هذوما لي لونتي اللي بعدهم الريفرنس نتاعهم اكزوتيك يا اكزوتيك كاستانو هذوما زيد غامقين كيما الاخرين اما لي طون نتاعها تاع نعمل لكم زوم وتشوفوا جايين اكثر على ماغون الاخرين اكثر غري اجان اذا كان تحبوا على تشينج اما صغير these are for you صراحة عجبوني عجبوني for a small change they're nice هكا يعملوا هكا I don't know a pop of something للعيني وهذه آخر كولور اسمها exotic azure mist طبعا نكتب لكم اسمها في description box وخليكم اسمها كيف كتبها here on the screen هذه حصلتها أكثر كولور تقرب الألوان اللي أنا مسيسة بيهم جاية تون متاحة الأكثرية على الجري ما هيش أزرق وما هيش أخضر very lovely ما فيش كونتور وبالنسبه لي انا ظهروا natural على الاخر I think هذوما او الوحدات are my favorite من الاربع الوان هذوما لي لونتي هذوما موجودين في الويب سايت www.beauties.n تخليو لكم زيدا تنجموا تكمانديوهم من السيت ويعملوا ليفريزون لتونس الكل first impression و first use عجبوني على الاخر حتى الكولكشن اللي بالكونتور اللي هي هتمارك عجبتني بورتون انا في العاده ما نحبش الكونتور اما اول وحدات ظهروا لي مزيانين على الاخر بورتون غامقين شويه اما عجبوني على الاخر ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو let me know انا هما احسن لونتي عجبوكم كالعاده شوفوا الديسكربشن بوكس خليكم ديتيلز كلهم فيهم اذا كان عندكم اي سؤال اكتبوا لي كومنت اذا كان عندكم اي سجستشن اي فيديو تحبوا تفرجوا عليها let me know انا ان شاء الله اشوفكم على قريب في فيديو جديده باي باي